الظروف بتاعها، ولكن على ما يبدو وأن النص هذا هو التنقيح هذا اعطى في عكس ما كانش مش المطلوب منها. احنا حبينا باش نحميه المستهلكي لاول مره، ما نعرفش اذا النص هذا حمي المستهلكي لاول مره او شجع معناها الناس على الاستهلاك اعتبار انه تو حتى في المخيال وعند العامه، ولا كانه جريمه الاستهلاك غير معاقب عليها، ولا معناها فما استهانه بها، معناها استهلاك مجنون معناها تاخذ وتروح توا كذا. ما عادش هيك الخوف من استهلاك الماده المخدره، هو كل نص قانوني لابد بعد فتره معينه من تطبيقه لابد من الوقوف عليه وتقييم المرحله. بعد عامين ثلاث سنين من هالتطبيق هذا لابد باش تقعد دراسات على مستوى رجال القانون باش يقولوا ان التنقيحات اللي وقعت هي اثرت ايجابا ام سلبا في الموضوع هذا. هذه ملاحظاتي الاولانيه في الموضوع هذا. يعني اللي فهمته تو من كلامك سعلي كونه البادرة اللي وقعت من طرف المشرع في البريود اللي تعدات مع الأرقام اللي قاعدين نشوفوا فيها يعني كان عندها نتيجة عكسية بالعكس. هو من الأرقام تاعك مش من الكلام تاعي، إذا كان احنا نقوله تو بعضه أربع مرات على أي دي أرقام رسمية اللي كنت نحكي لك معي. الأرقام هي التي تتكلم بالضبط. إذا كان احنا نقولوا احنا في ظرف ثلاث سنوات أو أربع سنوات عدد المستهلكين تضاعف أربع مرات وعدد المستهلكين تضاعف سبع مرات، فأكيد وأنه النص القانوني فيه تقصير. بالضبط. أكيد النص القانوني لم يعد يؤدي المهمة الموكولة إليه ولا يؤدي في مهمة أخرى هي اللي ساعدت إلى تضاعف عدد المستهلكين. دونك هنا يجب مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بال أنا أقول تقييم، هو لابد من التقييم في هذه المادة أو غيرها. واضح. التطبيق والواقع والممارسة تفرض بعد مدة معينة أن يقع التقييم والوقوف عند الإيجابيات والسلبيات. في تقديري أني شخصي، في اعتقادي أني شخصي، التنقيح الذي أدخل في مادة المخدرات في مادة الاستهلاك قد أضر بالمجتمع وقد حث على الاستهلاك ولم يكن له دور مرجو منه.